أم تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي أم هبت الريح من تلقاء كاظمة وأومط البرق في الظلماء من عظمي فما لعينيك إن قلت اكفها همتا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترق دمعا على طلال ولا أرقت لذكر البان والعلم فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم وأثبت الوجد خطي عبرة وطنا مثل البهار على خديك والعنم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترف اللذات بالألم يا لائمي في الهوى العذر معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي عادتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داري بمنحسم محط النصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمني إن اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عن التهم فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما أواقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهم والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم فاصرف هواها وحاذر أن توليه إن الهوى ما تولى يصم أو يصم وراعها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلة من حيث لم يدر أن السم في الدسم واخشى الدسائس من جوع ومن شبع فرب مخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالق النفس والشيطان واصهما وإنهما محضا كالمصحف اتهمي
ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقمي أمرتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصل سوى فرض ولم أصمي ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتكت قدماه الضر من ورمي وشد من سغب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشح حن مترف الأدم وراودته الجبال السم من ذهب عن نفسه فأراها أيما شممي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قول لا منه ولا نعم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فقى النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم وواقفون لديه عند حدهم من نقطة العلم أو من شكلة الحكم فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم وانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمي لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهم معناه فليس يرى للقرب والبعد فيه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي وكيف يدرك في الدنيا حقيقته
قوم نيام تسلوا عنه بالحلم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدن منطق منه ومبتسم لطيب يعدل طربا ضم عظمه طبى لمنتشق منه وملتثم أبان مولد عن طيب عنصره يطيب مبتدئ منه ومختتم يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم وبات إيوان كسرى وهو منصدع كشمل أصحاب كسرى غير ملتئم والنار خامدة الأنفاس من أسف عليه والنهر ساه العين من سدم وساء ساوة غاضت بحيرتها ورد واردها بالغيظ حين ضمي كأن بالنار ما بالماء من بلل حزنا وبالماء ما بالنار من ضرم والجن تهتف والأنوار ساطعة والحطهر من معنى ومن كلم عموا وصموا فإعلان البشائر لم تسمع وبارقة الإنذار لم تشم من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقوي وبعدما عينوا في الأفق من شهور منقضة وفق ما في الأرض من صنم حتى ودا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو إثر منهزم كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيهم نبذا به بعد تسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أنا سار سائرة تقيه حر وطيس للهجير حمي
أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم يرما وهم يقولون ما بالغار من أرمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الهقم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يطمي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلمي لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينمي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأقلقت أربا من رفقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعارض جاد أو خلت البطاح بها سيف من اليم أو سيل من العرم دعني ووصفي آيات له ظهرت ظهور نار القرى ليلا على علمي فالدر يزداد حسنا وهو منتظم وليس ينقص قدرا غير منتظم فما تطاول آمال المديح إلى ما فيه من كرم الأخلاق والشيم آيات حق من الرحمن محدثة قديمة صفة الموصوف بالقدم لم تقترن بزمان وهي تخبرنا عن المعاد وعن عاد وعن إرم دامت لدينا ففاقت كل معجزة من النبيين إذ جاءت ولم تدم محكمات فما يبقين من شبه لذي شقاق وما يبلغين من حكم ما حوربت قط إلا عاد من حرب عاد الأعادي إليها ملقي السلم ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجاني عن الحرم لها معان كموج البحر في مدد وفوق جوهره في الحسن والقيم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تسام على الإكثار بالسأم قرت بها عين قاريها فقلت له لا
لقد ظفرت بحبل الله فاعتصمي إن تتلها خيفة من حر نار لظن أطفأت حر لظن من وردها الشبيب كأنها الحوض تبيض الوجوه به من العصاة وقد جاءوه كالحمم وكالصراط وكالميزان معدلة فالقسط من غيرها في الناس لم يقم لا تعجبا لحسود راح ينكرها تجاهلا وهو عين الحاذق الفهم قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد وينكر الفم طعم الماء من سقم يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق متون الأينق الرسم ومن هو الآية الكبرى لمعتبر ومن هو النعمة العظمى لمغتنم سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلم وبثت ترقى إلى أن ملت منزلة من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها وكرموك لفضل فيك من قدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العلم حتى إذا لم تدع شحوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفضت كل مقام بالإضافة إذ نديت بالرفع مثل المفرد العلم كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما أوليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم رعت قلوب العدا أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكوا بالقنا لحما على وطمي ودوا الفرار فكادوا يربطون به أشلاء شالت مع العقبان والرحم تمضي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم كأنما الدين ضيف حل ساحتهم بكل قرم إلى لحم العدا قرم يجر بحر خميس فوق سابحة يرمي بموج من
كالأبطال ملتطمين من كل منتدب لله محتسب يسطو بمستأصل للكفر مصطلم حتى غدت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم مدفولة أبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تيم هم الجبال فسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم وسل حنينا وسل بدرا وسل أحدا فصول حتف لهم أدهى من الوخم المصغر البيض حمرا بعدما وردت من العدا كل مسود من اللمن والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعجم شاك السلاح لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما من السلب تهدي إليك رياح النصر نشرهم فتحسب الزهر في الأكمام كل كمي كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة الحزم لا من شدة الحزن طارت قلوب العدا من بأسهم فرقا فما تفرق بين البهم والبهم ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجمي ولن ترى من ولي غير منتصر به ولا من عدو غير منقصم أحل أمته في حرص ملته كالليث حل مع الأشبال في عجم كم جدلت كلمات الله من جدير فيه وكم خصم البرهان من خصم كفاك بالعلم في الأم معجزة في الجاهلية والتأديب في اليتم خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدم إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم أطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي ومن يبع آجلا منه بعاجله يبن له الوبن في بيع وفي سلم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقض من النبي ولا حبلي بمنصرم فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم ح
حشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدت لخلاصي خير ملتزم. ولم يفوت الغنى منه يدا تربت إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. يا أكرم الخلق ما لي من يشفع في سواك عند حلول الحادث العميم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقمي. فإن جودك في الدنيا وضرتها وفي كتابك علم اللوح والقلم. يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كاللمم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. والطف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وأذن لسحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. ما رنحت عذبات البان ريح صبا وأقرب العيس حال العيس بالنغم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. والحمد لله رب العالمين.